في الوقت اللي توماس توخيل قاعد يفكر فيه ازاي يمشيها بعد ما ادوارد ميندي هيروح مع منتخب السنغال في كاس الامم الافريقيه، واحد يفكر في ازاي برضه هيعرف يحل مشكله الناحيه الشمال بعد اصابه بن شيرول وماركوس الونسو، وازاي هيفكر في الاصابات الكتير اللي كانت عنده في الكوفيد، وازاي هيفكر يحلها بعد ما الاصابات الكتير اللي كانت عنده بالكوفيد بدات ترجع واحده واحده، فبدا يتصابوا اصابات عضليه. في الوقت ده كله يجي له تصريح من تحت الارض للوكاكو بيقول فيه ان هو مش مبسوط في تشيلسي، وان تشيلسي ما كانش من الخيارات الاوليه. حتى المهاجم بتاعي المفترض ان انا رامي عليه كل الطول بتاعي الهجومي، ومفترض ان دي الصفقه اللي احنا رمينا تقولنا عليها، هو ده جاي يحلها. بسم الله ما شاء الله، راح على تصريحات كده غريبه. بس لو رجعت بالزمن كده لسلسله تصريحات لوكاكو هتلاقي ان ده تصريح مش جديد على لوكاكو، لان لوكاكو لما سالوه ايه اللي اتغير في النادي من 7 سنين قال لهم المباني كبرت. المباني كبرت، مباني ايه يا حاج اللي كبرت؟ قال لك المباني هنا كبرت، المباني كبرت زياده عن اللزوم، يعني ما كانتش كده زمان. طب بالنسبه لدوري الابطال وبالنسبه للدوري وبالنسبه ان احنا بقى كنا بطل اوروبا، النظام ايه؟ قال لك المباني كبرت وفي ناس من الطقم القديم كويس ان انا هرجع اشتغل معاهم تاني. فلما لوكاكو يطلع يتكلم من يومين ثلاثه في سكاي ويقول ان بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونه من الفرق الكبيره في العالم، وانا كنت نفسي ان انا يجي لي عرض من الفرق دي، بس لما ما جاليش عرض منهم شفت ان انا ماليش مكان غير تشيلسي. اصيل ما طلع بيحب تشيلسي يا جماعه، قال لك انا مكاني تشيلسي، بس للاسف انا مش هلعب في ايطاليا غير الانتر. لما اتقال لي او وكيلي قال لي ان انت جاي لك عرض من ميلان ويوفنتوس، قلت له لا انا ما العبش غير في انتر، انا ما العبش غير في انتر. قالوا له طيب لو تارو مارتينيز تنصحه ان هو يجي لك تشيلسي؟ قال لك لا انا اللي هروح له. والله قلت لك انا اللي هروح له تاني، هو ايه الجمال ده؟ فبدا يتقال بقى ان لوكاكو عنده مشاكل مع توماس توخيل. لا لوكاكو ما كانش من اولويات توماس توخيل، لا توماس توخيل كان عايز هالاند، وبعد كده لما فشل في التعاقد مع هالاند راحوا جابوا لوكاكو اللي هو لوكاكو البلان بي. طب ما هو لوكاكو برضه حط تشيلسي البلان بي، فكلها بالنسبه لبعض بلان بي، بس احنا نمشي بيه. ليه بقى؟ لو ما مشيناش بيه وما لعبش بكره ماتش ليفربول هيتقال ان التصريحات دي تم التعامل معاها بجديه، في حين ان التعامل الرسمي من توماس توخيل كان بالنصيحه وهي ما تتكلمش تاني، حط لسانك في بقك يا لوكاكو ما تتكلمش، مش عايز ابتدي تصريحات تاني. انصحك ان انت ما تعملش تصريحات، ما تطلعش تتكلم خالص، انت خليك ساكت وهادي كده وسلم على اللعيبه، الناس هتحبك، انما اول ما تفتح بقك خلاص الناس هتتخنق من الكلام اللي بتسمعه، فانت اسكت اسكت وركز ماتش ليفربول، عشان انت لو جبت جون ماتش ليفربول التصريحات دي هتعدي كده نسمه هوا، انما لو ما جبتش جون هيبدا يتقال على المشاكل وهيبدا نرجع تاني للنتائج السلبيه، والنتائج السلبيه اخر 4 ماتشات لتشيلسي في البريمير ليج اتعادل 3 وكسب ماتش واحد وهو ماتش استون فيلا، فتشيلسي عنده مشاكل في البريمير ليج، غير ان تشيلسي اساسا اتظلم من رابطه الانديه علشان تشيلسي لعب في الوقت اللي كان عنده مصابين كتير وكان لازم تشيلسي يتاجل له ماتشات، بس عشان خاطر تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا وفرقه جامده في المبيعات وفرقه جامده في قصه الرعايه، فتشيلسي لعب علشان خاطر الدوري اهم ومصالح الدوري اهم بكتير من مصلحه تشيلسي الشخصيه، فتشيلسي لبس في الحيط، فتوماس توخيل هيلمها من هنا ولا يلمها من هنا ولا تصريح لعيب غبي، هو ده بقى شغل المدير الفني انك تنفض لكل ده. اه والله النتائج بتسكت كل حاجه، لو توماس توخيل عرف يكسب ماتش ليفربول بكره كل حاجه هتهدى، لو عرف يكسب ماتش توتنهام بعديه كل حاجه هتهدى، رغم انه ماتش في الاف اي كاب وعادي كل حاجه هتهدى، اهم حاجه بالنسبه لتوماس توخيل انه يعرف يعمل نتيجه ايجابيه بكره مع ليفربول علشان كل المشاكل دي تعدي. بس عادي يا عزيزي لو انت من الناس اللي شايفه ان لوكاكو لازم يمشي عشان خاطر تصريحاته تيشيرت النادي، ولا انا ما يحبناش ما يحب، الكلام ده مش موجود في اوروبا، انت مش هنا في العالم العربي، انت مطالب انك تكمل بلوكاكو علشان ما عندكش غيره. تيمو فيرنر لو لعب هيتقال ان في عنصريه من توماس توخيل، حكيم زياش لو لعب هيتقال ان في عنصريه من توماس توخيل برضه، عشان حكيم زياش مستواه سيء وبيلعب ليه، وحكيم كويس ولا حكيم وحش، فهتلاقي ان في مشاكل كتير. فتشيلسي مطالب ان هو علشان خاطر يعدي كل المشاكل دي يكسب ماتش ليفربول، لان ده النفق الوحيد اللي هيعدي بيك لبره الامان، لو انت اتعرقلت فيه هتلاقي نفسك لابس في الحيط. فهي المشاكل كلها النتائج اللي بتحلها. هل لو تشيلسي كان عنده سكور كويس في الماتشات اللي فاتت وكان قادر ان هو يكسب الماتشات اللي فاتت، هل حد كان ركز في تصريحات لوكاكو؟ طبعا لا، بس عشان خاطر المركب فيها شويه مشاكل كتير كله بدا يركز في التصريحات وكله بدا يركز في الكلام عن تشيلسي وعن توماس توخيل وغرف الملابس وماذا يدور مش ماذا يدور. لو النتائج كانت ايجابيه وتشيلسي كان عارف يكسب ماتش ايفرتون، وتشيلسي مثلا كان عارف يكسب الماتش بتاع ولفرهامبتون او تعادل الماتش الاخير، كانت
ثلاث مباريات فوز مع مباراه تعادل الناس كانت هتعديها عادي، انما عشان تشيلسي تعثر ثلاث مباريات وكسب ماتش واحد بس الناس كلها واخدت تصريحات بمنتهى الجديه، مع ان اللاعب ده ما ينفعش ان تقعد تركز على تصريحات بمنتهى الجديه. حتى لو تم قرار ان احنا نجمد لوكاكو كان الموضوع هيعدي، بس علشان خاطر المركب دلوقتي بتمر ببعض المشاكل الناس كلها قاعده تتكلم كلام كتير، كلام قد يكون اكبر من الموضوع كله اساسا، لان لوكاكو زي ما قلت لك لو رجعت تصريحاته مش تاخد على رحمه الجديه ابدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو ادعي ان ان شاء الله باذن الله تشيلسي يقدر يكسب ليفربول بكره علشان نخلص الموضوع ده على خير والموضوع يتلم ونخلص الهجوم ده على خير.